السلام عليكم الحدقة ديالي، نتمنى يا ربي اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو اشي جديده. اليوم ان شاء الله لعشاق الحلويات السهله السريعه والاقتصاديه كنقترح عليكم واحد الحليوه غزاله كتجي معلكه ومعروفه بزاف هنا في شمال امريكا باسم ماكارون الكوك. فمن بين الحلويات اللي يمكن لكم تحضروهم حتى لاخر لحظه وكيجيو روعه، فما نطولش عليكم. الا بغيتو تعرفوا عليها خليكم معايا للاخر، وندوزو دابا نتعرفوا على المكونات وطريقه تحضيرها. فان شاء الله بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير الحلوه ديالنا فهي مكونات بسيطه وقليله في نفس الوقت. فعندي هنا المكون الاول واللي هو الكوك او جوز الهند المبشور، عندي كميه ديال 300 غرام. المهم انا كما تلاحظوا عندي انا هذا اللي الحبات ديالو شويه كبيره، انه هو اللي لقيت متوفر حدايا. الا كان حداكم من الاحسن يعني تستعملوا هذاك النوعيه اللي كيكون الحبات ديالو مهرسه او صغيره، ومن الافضل كذلك تستعملوا النوعيه اللي ما يكونش حلو، لان كاين واحد النوع ديال الكوكي كيكون حلو بزاف وكاين اللي كيكون الحلاوه ديالو متوسطه. علاش؟ لاننا غادي نحتاجوا هنايا الى علبه كامله من الحليب المركز المحلى، عندنا في المغرب هذاك النوعيه ديال نسلي. وهنايا غادي نحتاج واحد رشه خفيفه ديال الملح، عندي هنايا ملعقه صغيره ديال الفانيليا السائله اللي يمكن لكم تعوضوها بملعقه صغيره ديال سكر الفانيلا اللي توفر عندكم. وغادي نحتاج هنايا الى بياض بيضه واحده. فهذه هي كل المكونات اللي غادي نحتاجو، ندوزو ان شاء الله نبداو التحضير. المهم هنا اول حاجه غادي ناخذ صحن الاشتغال اللي يكون صحن عريض شويه، غادي نفرغوا فيه هذاك الحليب المركز المحلى اللي عندنا، وغادي ندوزو نضيفوا ليه بياض بيضه واحده، وغادي نضيفوا ليه الفانيليا اللي عندنا، واحد رشه خفيفه ديال الملح من الفوق. صافي غادي ندوزو نخدمو هاد المكونات السائله مزيان مزيان مع بعضياتها حتى غادي ينسجمو مزيان. خدمناهم مزيان ها نتوما انسجموا تماما مع بعضياتهم على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز نبدا ناخذ الكوك ديالي ونبدا نضيفه تدريجيا. علاش؟ لانه انا مثلا هاد النوعيه انا اللي استعملت غليظه، كما شفتوا الحبات ديالو غليظه، يعني يقدر يهز بزاف يقدر يهز قليل. هكاك عمرنا ما نضيفه الكوك يعني دفعه واحده، كنبقاو نضيفه تدريجيا وحنا كننجو في نفس الوقت. اخيرا نوريكم القوام اللي خاصنا نحبسو فيه. هنايا صافي بعد ما ضفت كميه الكوك ها نتوما كيفاش خاص يكون القوام، خاص تكون هذيك التعليكه، يعني يبان لنا ان الكوك ماشي تشرب كل شيء، يعني فاش نقيسوه يبان لنا هكا معلق وكيسمح لينا اننا نشكلوه ما بين يدينا. المهم نتوما الكويرات اللي بغيتو تشكلو يعني تقدروا ديروهم صغيورين، حليوات صغيورين او كبار. هنا خديت تقريبا واحد كاس صغير ديال الكوك اللي حاولت انني نطحنه شويه باش يجي هكا مهرمش او مهرش شويه. صافي غادي ندوز نبدا نشكل في هاد الكويرات الحلوه ديالي بهذا الشكل بهذا القياس هذا، وغادي نحاول نمررهم في هاد الكوك هذا ونوضع في صينيه الفرن اللي تكون اكيد مفرشه بورق الزبده. غادي نبدا نحط بحال هكا، صافي ان شاء الله نكمل بنفس الطريقه. رجعت معكم مره اخرى. مهم بعد ما انتهيت من تشكيل كويرات الحلوه حاولت نستفهم هكا بهذا الشكل هذا في صينيه الفرن، رديت الفران ديالي سخون على درجه حراره 180. غادي ندوز ندخلهم ان شاء الله، مده الطهي كتاخذ معنا ما بين 18 الى 20 دقيقه على الاكثر. المهم كنخليهم يشدوا فراسهم شويه ويتحمروا غير هاد الكوك هادو فاش فندناهم ياخذ واحد اللون ذهبي خفيف، وان شاء الله هذيك الساعه ملي نخرجهم نلتقيو باش نكملوا تتيمات الحلوه ديالنا. هنا البنات مهم بعد ما خرجت الحلوه ديالي من الفران كما قلت لكم الواحد خاصو يرد بال معها بزاف، لانها الا فوتنا فيها الطياب كتقدر تقصح لينا. المهم الا نتوما ديك الساعه ملي غادي تخرجوها راه غادي تبان لكم مثلا فاش توصل هذيك 10 دقائق تخرجوها غادي تقيسوها تبان لكم انها ما طيباش، تبان لكم انها باقا هشيشه بزاف. فانتوما ما يهمكمش غير خرجوها، غير كتبرد هذيك نص ساعه 45 دقيقه صافي كتبان انها شدات في راسها، ان الا فوتنا فيها الطياب كما قلت راه كتقدر تقصح. صافي المهم هانتوما كما كتجي محمره بحال هكا. انا هنا خليتها بردات تماما تقريبا واحد ساعه ساعه ونص هكاك. هنايا دابا دزت خديت شويه ديال الشوكولاط ذوبته في حمام مريم، وخديت هنا واحد الصينيه فرشتها هكا بورق الزبده. المهم يعني هادي ورق الزبده. المهم صافي وغادي ندوز نبدا ناخذ هاد الكويرات هادي ديال الكوك
نفندهم هكا، نفند ليهم القاع ديالهم هكا في الشوكولا ونستفهم هكا. يعني هاد المرحله الزين كتبقى اختياريه، يمكن لكم ديروها يمكن لكم ما ديروهاش. ضروري نحيدو داك الزائد صافي ان شاء الله، ونبقى نستف فيهم. هنا صافي بعد ما حاولت نغطي الاسفل ديال الحليوات كاملين هانتوما بهذا الشكل هذا بالشوكولا. دابا كما شفتوا استفتم بهذه الطريقه، يمكن لكم نتوما تخليهم هكا، يمكن لكم تزينهم باش ما بغيتوا. انا خديت واحد شويه الشوكولاتة بقى دابلي درته هنا في هاد جيب الحلواني. غادي ندوز نقطع هاد الفوق ديالو الراس ديالو بشويه المقص، يعني واحد الفتحه اللي صغيره، باش غادي ندوز نزين الفوق ديال الحلوه. وبهذا الغزالات كتكون حليوتنا صبحات جاهزة، كنقدمها لكم بالصحة والراحة. نتمنى ان شاء الله فعلا هاد الحليوة هادي تجربوها، لانها كتجي رائعة بمذاق ديال الكوك والشوكولا، وكما تابعتوا معي يعني سهلة من اسهل ما يكون. وكما قلت لكم يمكن لكم تتحضروا حتى لاخر لحظة، الاهم انكم تبعوا الملاحظات اللي ذكرت، انكم ترقبوها مزيان في الفران، ما تفوتوش فيها الطياب، لان كما شفتوا فيها الكوك الا مشى حتى فوق الطياب كيقدر ينشف، ومع الوقت كيقدر تقصح لكم بسرعه، فخليوها تجي معلكه. فاكيد ما يمكنش ليا نختم فيديو قبل ما نوريها لكم كذلك كيفاش كتجي من الداخل، كتجي غزاله وغادي تعجب الكبير والصغير. فمهم هذا هو اقتراحي لهذا اليوم، نتمنى ان شاء الله هذه الحلوه تعجبكم. واكيد في قناتي كاينين حلويات كثيره، منها يعني حلويات دوازاتاي، حلويات صابلي، حلويات بدون فرن، اللي غادي نحاول نخلي لكم الروابط ديالهم كلهم في صندوق الوصف ان شاء الله. ونقول لكم السلام عليكم، والتقي ان شاء الله فيديوهات وشهيوات مقبله.